السلام عليكم كديري، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد في القناه. اليوم جيت نقدم لكم دي دوم فنين بمنتوجات منزليه، يعني ما تحتاجوش باش تاخذوا شي حاجه من الزنقه. شوفوا على هذا الشكل شحال زوين بزاف، هانتوما بواحد الكريمه ديال الحامض غزاله بزاف، واحد الكلاصاج شوفوا كيفاش داير في الغوز، والشوكولات بغيان. كلشي غادي تلقاوه ان شاء الله في الفيديو، غادي ينال الاعجاب ديالكم بزاف. تقدموه لضيوفكم ولا تاكلوا نتوما وليداتكم. ها نتوما شوفوا كيفاش تيجي، وتناسق اللوينات دابا داخل الصيف، يعني الخضر والغوز والكحل والبريون في الاحمر، فعلا راقين بزاف. تقدروا تلقاوهم في يعني في لي باتيسري الكبار. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتعاونوني بزاف بالبارطاج. واللي مازال ما تابوناش معايا في القناه يتابونا ويضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. نخليكم دابا مع الفيديو، فرجه ممتعه. غادي نبداو بسم الله. دابا غادي نصايبوا الكريمه الانجليزيه، هي اللي غادي تكون الاساس ديال هذه الكريمه ديال يوزو. غادي نحتاجوا هنايا 155 سنتيليتر ديال العصير ديال الحامض، هذا غير معصور بيدي، يعني ما ديروا لا في مولينكس لا في حتى حاجه، عصور بيديكم باش يكون بحال هكا، ما فيه لا تخت لا والو. وغادي نديرو 3 ديال الصفار ديال البيض، 100 غرام ديال السنيده، وجوج وريقات ديال الجيلاتين ما يعادل 4 غرام. وهاد لاباط يوزو استعملتها معكم بزاف بزاف بزاف، ودرت عليكم في الفيديو ديال المشتريات، غادي نحط لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. هاد لاباط لي رائعه بزاف يوزو. غادي نبداو دابا بسم الله. غادي ناخذ واحد كاسرونه، غادي نديرو فيها العصير ديال الحامض، وغادي نضو يغلى، يعني تيسخن معايا مزيان. دابا من بعد ما رديت الحامض تيغلى، غادي نزيد دابا هاد الصفر ديال البيض، بحال بغيتو تصايبو كريمه انجليزيه عاديه بالحليب، هي هادي تدار بالحامض. غادي نزيد عليه سنيده، وغادي نبدا كنخلط كلشي البيض مع السنيده. بالنسبه للجيلاتين كنكون في الزكاه دابا في الماء، تبقاو تخدموه بحال هكا. على ما يغلى لكم الحامض، من بعد ما تيغلى مزيان كنبدا كنزيد غير شويه بشويه، وكنحرك باش ما يطيبش ليا البيض بحال هكا. وانا كنطبق يكون سخون مزيان. كنضحك كيف تحريك المستمر، كنضها الكسرونه وكنضو فوق العافيه لمده ديال جوج دقائق، وكنطفي عليه، ما خصنيش نخليه يغلى، يعني مدة ديال جوج دقائق يعني بالعبار، ونحيدو ومع التحريك المستمر. كي تنخليها جوج دقائق ديريكتومون كنردها لهاد البول فاش كنت خدامه في الاول، تذوقوا سنيده الا كنتو كتبغيو الحلاوه اكثر ممكن تزيدو. انا بالنسبه لي هذا المقدار بركه، حيت كتعجبني الحموضه تكون غالبه لعشاق الحامض. غادي نديرو دابا جوج وريقات ديال الجيلاتي اللي كنكونوا مرطبينهم في الماء بارد، كنسقطوهم مزيان هاد الماء ديالهم، وكنلوح وكنبقى كنحرك. ضروري خصنا نديرهم هكا في السخونيه باش كيذوبوا لينا. دابا في هاد الاثناء غادي نديرو لاباط يوزو، واحد ربع معلقه، الا ما كانش عندكم ماشي يعني ضروري ديروها، غير هي كتعطي مذاق زوين. ممكن تعوضوها بلاغون ديال الحامض، كيف ما ممكن ديروا غير هكا الحامض وتخليوها ناتوريل. صافي دابا كنخليها حتى تبرد معايا شويه عاد كنخدم لا كريم. دابا غادي نصايبوا الطبقه المقرمشه. هنايا كان عندي هذا الشيء موجود، انا كنقادو كنخليه. هنايا كاين مشماش مقطع، التمر حتى هو مقطع، اللوز والقرقع، هانتوما هذا الشيء، والتمر، يعني كلشي كيكون عندي هكا مقطع بحال هكا.
كنقدو كنخليه في الثلاجه وقت ما بغيتو كنخدم به. الا ما كانش عندكم هادشي بغيتو تستغناو عليه ديرو غير الفياتين ولا غير حاجه من هادشي ولا دير كونكاسي ديال اللوز. المهم انا كنعطيكم غير فكره. هنايا ذوب شويه ديال الشوكولاته الكحل، غادي نزيد معاه شويه وغادي نميلونجي كلشي. جات طبقه المقرمشه زوينه بزاف هكا، ممكن تخلطها بالبراليني. الاضافه اللي غادي نزيد معاها، الاضافه اللي غادي نزيد هي هاد الكروكون ديال الحامض غزال بزاف، هادي من محل الفاروق اللي هضرت عليكم في الفيديو ديال المشتريات. هادي اختياريه فقط، هانتوما شوفوا كيفاش مقرمشه، تزيد تضيف مذاق زوين. باش يبقى عندنا واحد داك لو غابيل ديال الحامض، واحد الرائحه كتعطي رائعه بزاف ديال الحامض. صافي، من بعد ما بدات ليا لا كريم اونغليز، هانتوما شوفوا كيفاش تولي يعني بارده مزيان، ماشي يعني مزيان مزيان. المهم خليتها تقريبا دابا شي ساعه ولا ربع. هنايا طلبت 250 غرام ديال لا كريم شانتيي، يعني اي كريم نتوما كتفضلوا. غادي نبداو تنزيدو شويه بشويه. عرفتي ملي كتذوقوا هاد لا كريم اونغليز ديال الحامض غزاله بزاف رائعه الحقيقه، يعني اللي عشاق الحامض غادي تعجبهم بزاف، وبالخصوص ملي نزلنا هذيك يعني الكروكون ديال الحامض مع هاد الطبقه المقرمشه فعلا كيعطي مذاق زوين. غادي نبقاو كنحركو هكا من الفوق لتحت، لا كريم غادي تبان لكم شي شويه خفيفه، ولكن حيت هاد الكاطو كلاصي الا تقلناه بزاف وتقلنا لا كريم غادي تجينا قاصحه في التقطاع وما غاديش تجي يعني زوينه في خدمتها. هاكا نيم شويه من الفوق لتحت. انا اختاريت باش نديرها في هذا المول هذا ديال يعني ديال لي كاطو كلاصي، حتى هو من محل الفاروق. غادي يبان لكم هكا فيه شي نقيطات كحلي، صايبت به الشوكولاته باش غادي نزين. هو هذا درت جوج كوشات ديال الشوكولات كيعطيو هذا الشكل، هذا شكل دياموندا. هذا درته للتزيين بحال هكا، درته هو الاول. من بعد مسحته هكا بكلينيكس وشديت الزبده ديال الكاكاو دهنت بها باش دي يدي مولاو بيا زبده الكاكاو اللي ما كيعرفهاش هي هادي، ما يعني موجوده بزاف. اشنو هي زبده الكاكاو؟ هي باش كنصايبوا الشوكولات الكحل، الشوكولات البيض، اي نوع ديال الشوكولات هي باش كتصايب. كنشدوها كندوبوها بحال الزبده العاديه بحال هكا، وكندهنوا بها هاد الليمون. بالخصوص هادو هما اللي كندهنوهم بها باش غير كيدي مولاو. الا كان عندكم السيليكون ما تحتاجوش. ودابا غادي نبداو نعمرو ديالنا. هانتوما لا كريم كتجي خفيفه باش حتى في الماكله ديالها كتجي زوينه. غادي نعمر، غادي نخلي غير الجهد اللي غادي ندير فيه الطبقه المقرمشه. صافي، حتى الاخر غادي ندير سباتول باش يجيني داكشي مزيان. غادي نبقى حتى نكمل. جيبوا دابا واحد السباتول باش غادي نفينيو، الا ما كانش عندكم ممكن ديروا غير موس باش تجي طبقه مقاده بحال هكا باش ما يجينيش داكشي مبوق. نضربوا الاشياء كامل مزيان باش يعملوا لكم الجناب. باتيسري هي الفينيسيون. صافي دابا كيف ما تيبان لكم ولاو مستويين. غادي نقبض دابا ديك الطبقه المقرمشه اللي صايبت هيا،
وغادي نجيبها وغادي نفتتها بحال هكا في الوسط. غادي نبقى على هاد الطريقه حتى نكملهم كاملين. من بعد ما درت هاد الطبقه المقرمشه هذا تياري، غادي نزيد شويه ديال مارشميلو ديال هذا ديال الفرامبواز بحال هكا. هذا غير اختياري، غير الا بغيتو تزيدو باش يزيد يعطيكم يعني المذاق تاع لي سوربي. هكا مرشيشات كيجي زوين بزاف، ورا هذا ممكن كاع طيبوه حتى هو. درتو لكم في الفيديو ديال المشتريات. وغادي ندير حتى ديال الحامض، ها هو هو تيعطي لي كولور وكيعطي المذاق. صافي دابا من بعد ما ساليتهم غادي ندخل كلشي للفريغو على القليله، على القليله 5 السوايع 4 السوايع، ولا ممكن كاع يباتوا ليله كامله عاد ديموليهم. حتى دير زبده الكاكاو دغيا كيديمولا. دابا غادي نصايبوا البسكوي اللي غادي يكون تحت من لي طارت كلاصي. انا حتى انايا يعني اختاريت ندير واحد الصابلي هو اللي بغيت ندير، يعني ممكن تعوضوا بجينواز ولا بسكوي جوكوند. غادي نحتاجوا هنايا 150 غرام ديال دقيق الفورص، 70 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره ديال هكا اللوز مهرمش، هذا غير اختياري، وصفر ديال البيضه وشويه ديال الملحه ومعلقه ديال سنيده. غنعاود معكم المقادير: 150 غرام فورص، معلقه كبيره اللوز مهرمش، صفر ديال البيضه، معلقه كبيره ديال السنيده، و70 غرام ديال الزبده. الاضافه اللي غادي نضيف هذه اختياريه فقط، هاد لاغوم ديال النعناع، حيت راكو عارفين النعناع مع الحامض كيتوان بواحد الشكل رهيب. ها هو ما غاديش نزيدو دابا حتى نجمع العجينه، وهنا حاطه حدايا شويه ديال الماء باش الا ما تجمعش ليا بهاد الصفه ديال البيضه غادي نزيد الماء. غادي نبدا تندلكها بحال هكا غير بالصبع، ما خصهاش تعجن نهائيا. تنوصلوا لهاد المرحله وكتشوفوا بلي صافي تفزت الزبده مزيان مع الدقيق، ها نتوما تيولي كلشي مخلط مزيان. دابا غادي نزيدو قطيرات صغار ديال الماء هي باش تجمع لينا. الا كنتو باغيين تبقاو تزيدو الصفر ديال البيض زيدوه، حاولوا ما تعجنوش غير تجمعوا. ترجع عندكم واحد لاباط اللي ما كتفتتش بزاف. باقي خصها واحد القطيره هنايا. صافي دابا مزيان، هانتوما شوفوا كيفاش تجمعات. هنا دابا غادي نزيدو هاد لاغوم ديال النعناع، في نفس الوقت غادي تعطينا اللون وغادي تعطي المذاق، بيجي الخضر زوين والمذاق اون بلوس. صافي غادي نبقاو تندخل ليه هاد لاغوم هادي مزيان، وغادي ندخلو للثلاجة لمدة ديال نص ساعة عاد نطلقو. من بعد ما خليتها تحت واحد نص ساعة في الثلاجة باش تجمد فيها شي شوية ديك الزبدة ما كتبقاش مرخية، كنديرها بين هكا بابي كويسون ولا جوج ميكات ولا كيف ما نتوما عجبكم. ممكن الا بغيتو تحاولو معاها بحال هكا ممكن، وتبقاو تطلقو حتى توصلو السمك اللي نتوما باغيين، ما كتلصقش بزاف كيجي بهذاك اللون الاخضر. حاولوا حتى في الطياب ما طيبوهاش بزاف باش تبقاو محافظين على هذا اللون اللي درنا. بالنسبه للتزيين انا اختاريت باش ندير لها هاد الجداره هادي بحال هكا فيها الزويوقات. كيف ما ممكن تخليوها هكا، انا غير على حسب التزيين كتعطي هكا خطوط زوينين. انا بغيت نديرهم بحال هكا تجي كلها هي
مزخرفه صافو دابا غادي نضطو في الفران، غادي نهزو بهاد الكاريط ديالو ونديرو فوق يعني في البوف يعني نديرو في الفران على درجه 160. انتبهوا ليه ما خصوش يتحمو بزاف باش يبقى محتفظ لكم على هذا اللون الاخضر، وحتى يطيب ويبرد عاد غادي نقطعوه بالقطعه اللي حنا باغيين. بعد ما خليتهم جمدوا تقريبا دابا شي 6 السوايع ولا 7 ضروري خصهم هكا يكونوا جامدين، كنديمو ليهم دغيا حيت هذاك المول ميتا ندهنوه بزاف ديال الكاكاو دغيا كنديمو ليه. بالنسبه للكلاصاج انا غادي ندير هذا الكلاصاج هذا غوز، راه دايره لكم في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الوصف يعني في صندوق الوصف. هذا راه خبيته في الكونجيلاتور تقريبا دابا شي المهم صايبته في سان فالونتين يعني من 14 جوج حتى لدابا تيبقى يعني في الكونجيلاتور، ملي كتجبدوه كتسخنوه وكتخدموا به. هذا هو كنخدموا به دافي غادي البارد. غادي نبداو بسم الله تنت نديرو هكا فوق الحلوه بحال هكا هانتوما ناجح كتخبيو حتى تتعاودو تخدمو به. صافي كنخليهم حتى يتسقطو مزيان، نحاول ندير الجناب هادشي اللي هبط نعاود نرجعو على هكا الجناب الا كان شي جنب ما تقاش مزيان، حاولوا يجي داكشي مفيني. هذا ممكن ثاني نعاودو نحتفظو به مي ما ندخلوش الكونجيلاتور نهائيا، يعني غادي يبقى غير في الثلاجة ماشي في الكونجيلاتور حيت فات منا استعملناه. تنزيد هكا بحال بغيتو ديرو مثلا الكوش ثانية، صافي غادي نخليهم يتسقطرو مزيان ونرجع معاكم. من بعد ما تسقطرو مزيان درتهم فوق هداك البيسكوي اللي قطعتو يعني بالقطعة قد يعني كبر شي شوية من هاد مع هاد لي دون، وها نتوما شوفو الشكيلات لي غادي ندير. خديت هاد البونبون هادي هكا في النحاسي غادي نشدها وغادي نديرها هكا بحال غادي نوقف بها هذا، وغادي نجيبها كامل لتحت ونحطوها هكا تيجي بحال الشابو. نتوما هذا تعطيكم غير فكره التزيين فقط. هذا صايبته في نفس المول كيف قلت لكم ديال لي دون، وغادي نكمل على نفس الطريقه. ها هما لي دون ديالنا، يعني من بعد ما كنساليوهم شوفوا كيفاش تيجيو كلهما كنفرش لهم هكا هكا كويرتات صغيورين. هنايا درت فوق من هاد الشوكولات يعني البريون في الاحمر، ها نتوما شوفوا كيفاش تيجي. درت هنايا عقيق في الكحل وفي لارجونتي، مهم التزيين تيبقى اختياري. انا اختاريت ندير لهم هكا بحال الشابويات، جا الشكل ديالهم زوين بزاف راقي، ممكن تلقاهم في لي فادي سخين كبار راقين بزاف مذاق ولا اروع. لا بات يوزو ما نقدرش نوصفها لكم المذاق ديالها كي دايره، ومازال ان شاء الله غادي نقدم لكم حلويات بزاف. تسناو الجديد ديالي ان شاء الله باذن الله، ممكن تقدموا لضيوفكم غادي يحمر لكم الوجه بزاف، وبخصوص هذا البسكوي كيجي فن ومقرمش. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما تنساوش من لي لايك ولي كومونتير ديالكم الزوينين، وما تنساوش من البارطاج، وشكرا لكم بزاف وشكرا على المتابعه. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله، بسلامه.